ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، نلتقي مجددا في حلقة جديدة ودرس جديد. تحية مني لكم، معكم أنا الأستاذ عبد الله السايح في درس جديد إن شاء الله اليوم، اللي هو الباب الثالث، والدرس هو هندسة الإحداثيات. طبعا هندسة الإحداثيات هي يعتبر درس جديد عليكم، في أفكار جديدة هناخد الأفكار هذه واحدة واحدة إن شاء الله، هيكون درس ممتع، درس شيق. طبعا الباب الثالث اللي هي هندسة الإحداثيات هنبدأ اليوم في أول درس فيه، اللي هو المستوى الديكارتي. المستوى شنو؟ الديكارتي وتعيين موضع النقطة. المستوى الديكارتي وتعيين موضع النقطة. طبعا المستوى الديكارتي، الاسم هذا اكتشفه طبعا في عالم فرنسي اسمه رينيه ريكارد، عالم فرنسي اسمه رينيه ريكارد. في يوم من الأيام وهو مستلقي على السرير وينظر لسقف الدار، لاحظ في سقف الدار أن فيه دبابة. شن فيه دبابة؟ تتحرك من اتجاه إلى آخر، مثلا زي ما نقوله كانت في اتجاه الأيسر تحركت اتجاه الأيمن، من اتجاه الأيمن تحركت إلى أعلى، من أعلى تحركت إلى اليسار. بدأ يلاحظ في حركتها الدبابة هذه ويبي يعرف وين، كيف حركتها، وآخر مكان وقفت فيه الدبابة. على طول خده ورقة وقلم ومسطرة وقعد يتخيل في قدام سقف الحجرة اللي هو دار على هيئة قسمه، على هيئة أربعة أجزاء أو أربعة أرباع. يعني شن دار؟ دار خط عمودي وخط أفقي. الخطان هما مزوز بالطريقة هذه، مثلا هذه مثلا نعتبره احنا سقف الحجرة أو سقف الدار بالطريقة هذه. على طول دار مستقيم عمودي أو رأسي بالطريقة هذه، اللي هو هذا اسمه نسموه فيه المحور الصادي، نسموه محور الصادات، ومحور الصادات رمزه صاد، ومستقيم أفقي بالطريقة هذه نسميه محور السينات، رمزة، شو رمزة؟ سين. طبعا الفكرة انت على المحور السيني والمحور الصادي لازم مستقيمان مهزوز متعامدان. شو معناها متعامدان؟ معناها يصنع كم قائمة؟ زاوية قائمة، أربع زوايا قائمة. هذه قائمة الأولى، هي زاوية قائمة، ولزاوية قائمة، زاوية قائمة، زاوية قائمة. بالطريقة هذه شو بنقوله؟ مثلا دار شبكة، شبكة مربعات، شبكة شني؟ مربعات. وبدي واضح ان الخط هذا اللي هذا محور السينات، الخط هذا واخدينه في صف السابع اللي هو خط الاعداد. خط الاعداد كل ما اتجهنا يمينا اعداد موجبة، اتجهنا يسارا شني؟ اعداد سالبة. على طول ندير هنا مثلا واحد اثنين، هذه رقم واحد. طبعا في المسافة بتكون ثابتة. كيف ثابتة؟ بتكون مسافة ثابتة بين عدد وعدد. يعني مثلا بالطريقة هذه طبعا عندي هنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى ما لا نهاية. أعداد شني؟ أعداد موجبة. والعدد الموجب كل ما اتجهنا يمينا بيزيد قيمة العدد، وعلى اليسار شني؟ أعداد شني؟ سالبة. أعداد سالبة زي ما رتبت أنت هنا، خليت مسافة معينة، وإن كانت نزيد نوضحها أكثر وأكثر. طبعا الرسمة قدامنا على السبورة لازم ناخذ مسطرة ولازم ناخذ قلم ونرسم بالمسطرة يكون أفضل. ممكن نعود عملية الرسمة بسرعة شوية. إذا قلنا احنا قسم هذا السقف كأنه سطح مستوي، قسمه بعملية دار محور السيني، هذا أفقي بالطريقة هذه يمتد من كلتا الجهتين إلى ما لا نهاية. وهنا
محور رأسي لازم نمشي على الخط بالضبط. هيك نكون رسمت رسمة صحيحة، على طول نبدأ في عملية القياسات، لأن الحركة بتكون لازم تكون باتجاه معين ومسافة معينة. مثلا جاء طالب بيقسم، وفي حالة انك خذيت المربع الاول واحد، المربع الثاني اثنين وهكذا، في حالة انك سيبت مثلا مربع زي تو، مثلا خليت الخط هذا جيت خط واحد درت هنا واحد واحد، على طول بتسيب الخط الثاني بدير هنا اثنين ثلاثة، موجب أربعة، موجب خمسة، تبدأ المسافة ثابتة. شو المسافة ثابتة ونفس البعد. المسافة اللي مشيت بها يمين لازم تمشي بها يسار. احنا سيبنا، قلنا احنا سيبنا الخط الأول حتى في الاتجاه السالب، إذا هذه سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة، إلى ما لا نهاية، ونبدأ في الأعداد. إذا هنا قلنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، على اليسار أعداد سالبة، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة. هذا المحور شنو؟ سيني، اللي هو المحور الأفقي. شو اسمه؟ محور أفقي. ده المحور الأفقي شنو اسمه؟ محور السيني، محور السينات، أو المحور السيني نفس المعنى، نقدر نقول المحور السيني. قلنا المحور السيني إجابة صحيحة، قلنا محور السينات إجابة شنو تعتبر إجابة سيني صحيحة، وشنو رمز لنا الرمز هني؟ سين. هذا بالنسبة للمحور الأفقي. نجو لي المحور الرأسي أو العمودي. شو معنى عمودي؟ معنى يصنع شنو زاوية؟ قائمة. كم مقدارها؟ 90 درجة. إذا هنا أصبح هذا، أصبح هذا ربع، وهذا ربع، 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 أربع أرباع. نجو لي المحور الصادي. المحور الصادي لما نتجه إلى أعلى أعداد موجبة. إذا لما نتجه إلى أعلى شنو أعداد موجبة؟ مين تبدأ؟ من الواحد. إذا هنا واحد، وزي ما حكيت لكم بكري او قلت لكم بكري ان احنا كان سيبنا الخط الاول، ناخذ الخط هذا، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الى ما لا نهاية. واسفل لوطة اسفل اعداد شني؟ سالبة. مين تبدأ؟ من سالب واحد، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة، سالب خمسة، الى ما لا نهاية. نبدأ في الاعداد، اعداد موجبة مين تبدأ؟ واحد دين ثلاثة أربعة خمسة، أسفل أعداد شني؟ سالبة. سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة، سالب خمسة، إلى ما لا نهاية. وإحنا قلنا العالم الفرنسي ريني ريكارد قلنا اكتشف هذه الشبكة، شبكة المربعات. يبي يعرف احنا زي ما قلت لك، مثلا هو لاحظ في وقت ما وهو مستلقي على السرير في الحجره في يوم بارد، قاعد ينظر لسقف الحجره، قلنا لاحظ ذبابه تتحرك من مكان الى اخر في اتجاهات مختلفه، معناها ممكن تتحرك من اليمين الى اليسار، من اليسار الى اعلى، من اعلى الى اليسار، وهكذا. اول ما لاحظ مثلا، لاحظ الذبابه جاء اول ما مثلا جت الدبابه كانت هنا في المكان هذا، الدبابه على طول الدبابه تحركت في اتجاه الايمن الطريقه هذه، مش ثابته، بدات تتحرك من اليسار الى اليمين، بعدين اتجهت الدبابه من النقطه هذه اتجهت الى اعلى، نقول مثلا وصلت للنقطه هي تتحرك من مكان إلى آخر. قعد يلاحظ فيها كيف تتحرك، وهي كيف تتحرك من مكان إلى آخر، يبي يعرف آخر نقطة وين وصلت الدبابة، هي المكان اللي تبتت فيه الدبابة. ما تنجي من مكان الدبابة تحركت من يسار إلى اليمين، تحركت من أسفل إلى أعلى، بعدين تحركت من اليمين إلى اليسار، اليسار زي ما نقول متى جت النقطة هي، خلاص يبي يعرف مكان اللي وقفت فيه الدبابة. على طول هو شن دار العالم؟ هو دار تخيل في مخيلته انه يرسم ورقة او يدير مربعات زي بالطريقة هي، وقسم المستوى هذا الى اربع
أجزاء مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة. شو معناها في عكس دوران عقارب الساعة؟ يعني هو جاي يقسم المستوى بالطريقة هذه، دار محور سيني ودار محور صادي، والمحور السيني والمحور الصادي يتقاطعان في كم نقطة؟ نقطة واحدة اللي هي طيب. بعدين نقول لك شنو اسم النقطة هذه. خلي أول حاجة نعرفوك كيف دار هو بالضبط. على طول قسم المستوى هذا إلى أربعة أجزاء أو أربعة أرباع مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة. كيف دوران عقارب الساعة؟ يعني جاي للمستوى زي توا قدامكم على الصبورة، سمى هذا الربع الأول هو. إذن هذا اسمه الربع الأول. إذن من اليمين في الأعلى، من اليمين في الأعلى اسمه الربع شني الأول، اسمه الربع الأول. واتجه بعكس دوران عقارب الساعة، يعني عقارب الساعة هيك تلف فيها ولا عقارب الساعة؟ هو في لما رتب عكس دوران عقارب الساعة، يعني هذا اسمه شنو؟ اسمه الربع الأول. والعكس عقارب الساعة هذا سماه شنو؟ اسمه الربع شني الثاني. الربع شني الثاني في نفس دوران عقارب الساعة شنو اسمه الربع ده يا؟ الربع الثالث. شنو اسمه الربع الثالث؟ آخر ربع على اليمين أسفل، على اليمين أسفل لوطة الربع شنو؟ الرابع. الربع شنو؟ الرابع. كل ربع تقع فيه إلى ما لا نهاية من النقط. في كل ربع تقع نقط إلى ما لا نهاية نقط. كيف نقطة؟ مثلا احنا زي ما نقول مثلا الدبابة كانت هنا، تحركت يمينا بعدين اتجهت إلى أعلى، بعدين تحركت يسارا، بعدين نزلت لوطة، زي ما نقول وقفت هنا الدبابة. يبي يعرف النقطة هذه إحداث النقطة، نسموها نقطة ألف مثلا احنا. يبي يقرأ النقطة هذه، نقرأها بالأعداد، لأن كلها الأعداد قدامكم هي الواحد واثنين، كلها الأعداد هذه اسمها أعداد موجهة. شو اسمها؟ أعداد موجهة. شو معناها موجهة؟ معناها الأعداد هذه راهو تتحرك بمسافة معينة واتجاه معين. هذا سموها أعداد موجهة، لأنها لماذا تتحرك باتجاه معين ومسافة معينة. تمام. لما نجي نقرأ أي نقطة في المستوى الديكارتي، وعلى سمناه مستوى ديكارتي نسبة للعالم اللي اكتشف هذه الشبكة، اسمه نعود مرة ثانية ريني ريكارد. من كلمة ريكارد خدينا الاسم، اسمه المستوى الديكارتي. إذن كل يا طلبة هو المستوى هذا شو نسموه؟ لماذا؟ منين جاي الاسم هذا؟ عالم فرنسي اكتشف في لحظة ما هو مستلقي، قلنا عليه السرير، ينظر لسقف في الحجرة، لاحظ، قلت لكم من مرة تام بسرعة، لاحظ دبابة تتحرك من اتجاه إلى اتجاه إلى اتجاه. في الأخير بكل يبي يرصد وين وقفت الدبابة. وقفت النقطة ألف مثلا، يعني على سبيل المثال وقفت النقطة ألف، يبي يعرف ما هي إحداثي. طب نجيو كلمة إحداث النقطة، إحداث النقطة أي نقطة يا طلبة؟ ركزوا معي شوي هنا. أي نقطة لما نقرأها طبعا في الهندسة نسموها شني؟ إحداثي النقطة، أو لكن في الجبر نسموه ثنائي مرتب. شو نسموه؟ ثنائي مرتب. لكن في درسنا اليوم، في درس هندسة الإحداثيات، نسموها نقطة. شو نسموها؟ نقطة. إذا نقوله إحداث النقطة. إحداث النقطة لازم الأولى نسمى الإحداث السيني. شو اسمها دايا؟ الإحداث السيني. بينما النقطة الثانية اسمها الإحداث الصادي. شو اسمها؟ إحداث الصادي. إذا أي نقطة يا طلبة ركز معي هنا تقرأ سين فاصلة صاد. إذن أي نقطة شو نقرأها؟ سين فاصلة صاد. ديما الأول الإحداث السيني والثاني الإحداث الصادي. شو معناها نقطة الأول الإحداث السيني؟ الإحداث السيني النقطة هذه أو العدد معناها يقع على المحور السيني. شو معناها كلمة الإحداث السيني؟
العدد، معناه العدد هو ممكن بيكون اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن سالب أربعة، ممكن سالب خمسة، ممكن حتى مية. قال مية بيكون المستوى كبير هلبا. إذن سين هي تعتبر الأحداث السيني أو العدد اللي يقع على محور السينات، إن كان يمينا موجب وإن كان يسارا سالب. والأحداث الصادي هو العدد، هو العدد الذي يقع على محور الصادات، إن كان موجب أعلى، إن كان سالب أسفل. تمام. بنجي نقرأ نقطة هي، لما نقرأ نقطة هذه قراءتها، قراءة النقطة لازم أي نقطة لما نقرأها يا طلبة نقرأ الأحداث السيني هو الأول. كيف الأحداث السيني؟ يعني أنت بتحط عينك أو تحط يدك، كيف تبي أنت تحط عينك على النقطة من بعيد، تقول مثلا هيك بعينك تقول هذه سين وهذه صاد. لما نقرأ نقول لك سين صاد، بنقول الصاد سين، نقرأ سين قبل. لما نقرأ سين أنت حتى بمجرد نظرة من عينك أو بمجرد حتى بيدك بتقول لك يا هذه سين. سين هنا طبعا سالب ثلاثة، سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، أي إذا هي سالب أربعة. السين هنا كم السين؟ سالب أربعة. وكم الصاد؟ لا صاد، هذه نقطة لي موجب ثلاثة، أي سالب ثلاثة هنا شيني موجب ثلاثة. إذا لما نقرأ نقطة زي ما قلت دبابة من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى أعلى، من أعلى إلى اليسار، من اليسار نزلت طوطة وقفت هنا الدبابة. لما نحدد النقطة، أحداث النقطة، أحداث النقطة شو نقرأها؟ سين فاصلة صح. نقرأ سين قبل، كم سين هنا؟ سالب أربعة. كم صاد؟ ثلاثة. إذا النقطة ألف، نقول النقطة ألف، نقول النقطة أو أحداثي النقطة ألف هي على طول الطالب أو يعرف خلاص أحداث النقطة. نقرأ السين قبل، كم السين هنا؟ خليك معي شوية، سالب أربعة. كم الصاد؟ ثلاثة. على طول نقول سالب أربعة وثلاثة، هيك يعرف الطالب أين تقع أي نقطة على المستوى الديكارتي اللي على قدام. طبعا المستوى الديكارتي هذا كان فيه مستقيم توهني، مستقيمان، مستقيم أفقي، مستقيم عمودي. مستقيمان الزوز يتقاطعان، تو بنخش في تعريف النقطة، هي يتقاطعان في نقطة واحدة، في نقطة واحدة تسمى نقطة الأصل، تسمى نقطة الأصل. إذا المحور الصيني، المحور السيني والمحور الصادي يتقاطعان في نقطة واحدة تسمى نقطة الأصل، نقطة الأصل. ونقطة الأصل هنا يرمز لها بالرمز واو، أي نقطة الأصل شنو يرمز لها؟ بالرمز واو، رمز نقطة الأصل. نقطة الأصل شوية، نقطة الأصل هنا لما نجي هنا طبعا شنو فيه هنا عدد، شنو هو هنا؟ صفر. يقع على وين الصفر؟ يقع على محور السينات، في نفس الوقت وين يقع على محور الصادات. إذا النقطة هذه، النقطة هذه شنو تسمى؟ نقطة الأصل، نقطة الأصل. ونقطة الأصل لما نقرأها، وإحنا أي نقطة يا طلبة لما نقرأها شو نقرأها؟ سين فاصلة صاد. شو نقرأها؟ سين فاصلة صاد. كم السين هنا؟ صفر. كم الصاد؟ إذا نقطة الأصل شنو هي؟ صفر وصفر. شو رمزها؟ واو. إذا نعاودوا درسنا بسرعة بسرعة. زي ما قلت لك اللي اكتشف المستوى الديكارتي، هذا مستوى ديكارتي مكتشف نسبة للعالم فرنسي، اكتشف هذه الشبكة من الأعداد وقام بتقسيم المستوى إلى أربع أجزاء أو أربع أرباع مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة. إذا نبدأ في شرحنا بالتفصيل. قلنا المحور الصادي والمحور السيني يتقاطعان في نقطة واحدة، شنو تسمى النقطة هذه؟ ويرمز لها بالرمز واو. وحدات النقطة شنية؟ وتم تقسيم هذا المستوى إلى أربع أرباع أو أربع أجزاء مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة. هذا اسم الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. طبعا المحور السيني واضح، المحور السيني على اليمين اعداد شنو؟ موجبه، وعلى اليسار اعداد سالبه. المحور الصادي اعلى اعداد موجبه، اسفل اعداد سالبه. عرفنا كيف
حطوا الاعداد بشرط ان الاعداد لازم تكون في مسافه ثابته او مسافه معينه، يعني انت مشيت زي ما نقول واحده واحده هنا تمشي بالطريقه هذه، وكراسه الحساب او كراسه الرسم بياني ان كان يا طالب لو كان سيبت خط واحد هنا وخذت الخط الثاني على طول، وهكذا تبدا كل تسيب خط وتاخذ خط، تسيب خط وتاخذ خط، وهكذا اترك خط وخذ الخط اللي بعده. نفس انت المسافه اللي مشيتها في الاتجاه الايمن خذها في الاتجاه الايسر. واضح؟ نجوا تولي الربع الاول، نجوا للربع الاول. الربع الاول بشين يتميز النقاط اللي تقع في الربع الاول بهذا التميز؟ تعال نشوفها هنا. لما نجي للربع الاول مثلا انا اجيك اقول لك من يقرا النقطه هذه؟ كيف نقرا النقطه هذه مثلا؟ ها كم السين هنا؟ 2. والصاد؟ صاد. هذه ركز معي، هذه سالب واحد، هي هذه سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثة، سالب أربعة. اما هنا موجب واحد، موجب اثنين، موجب ثلاثة، موجب أربعة. اذا النقطة هذه لما نقراها كم السين هنا؟ 2. والصاد؟ بس نلاحظ في الاشارات زوز موجبة. هاي السين هنا لما نقول السين كم السين؟ ممكن نقول 2 موجب. ها نقدر نقولها موجب 2. كم الصاد؟ موجب 1. ناخذ نقطة ثانية، ناخذ نقطة هي كم السين هنا؟ موجب 5. كم الصاد؟ موجب 4. وهكذا خود حتى 10 نقط، خود 20 نقطة، خود 30 نقطة. جميع نقط يا طلبة هنا، جميع نقط شو لاحظوا؟ لاحظوا أن السين موجب والصاد موجب. إذا الربع الأول هو الربع الأول، نلقوا أي نقطة، أي نقطة تقع في الربع الأول السين موجب والصاد موجب. إذا باش تميز الربع الأول أن جميع النقط، جميع النقط التي تقع في الربع الأول بتكون السين موجب والصاد موجب. هذا أما ربع الأول. ما تجيك سؤال يقول لك موجب 5، موجب 11، في أما ربع تقع على طول نقول في الربع الاول. مرات يجيك بعمليه كسور كسر، يعني يقول لك موجب ربع وموجب ثلث، وين تقع؟ طبعا موجب ربع، موجب ربع بتكون اقل من واحد، موجب ثلث بتكون اقل من واحد، ممكن بيكون موقعها هنا. هذا موجب مثلا، موجب ربع وموجب ثلث تقريبا. نجي للربع الثاني، الربع الثاني بشين يتميز الربع الثاني؟ احنا نقول لما نقروا اي نقطه شنو نقروا قبل؟ شو نقول قبل احداثي السيني، بعدين بقى نجو ناخذ نقطة هي. ركز معي هنا شوية، هاي نقرا كم السين هنا؟ سالب 2. واضح؟ كم الصاد هنا؟ موجب 4، موجب 4. نحطها النقطة هذه تبدأ سالب 2 موجب 4. والنقطة هذه قريناها من بكري، هي كم قيمتها؟ النقطة هذه نقطة كده سالب 4 و 3. أيوة سالب 4 موجب 3. طيب نقرأ النقطة هذه، النقطة هذه كم السين؟ كم الصاد؟ موجب 1. شو نلاحظ؟ لاحظ أن الإحداث السيني سالب. شو لاحظوا؟ أن الإحداث السيني سالب والإحداث الصادي. إذا باش يتميز جميع النقط اللي تقع في الربع الثاني بشين تتميز ان السين سالب والصاد موجب. بقى الربع الاول جميع النقط اللي تقع في الربع الاول بس تميز ان السين موجب والصاد موجب. واضحه؟ نمشي تقول الربع الثالث، الربع الثالث على السمن الثالث لانه مرتبه في عكس دوران عقارب الساعه. هذا اسمه الربع هذا نجول الربع الثالث. ناخذه على سبيل المثال، ناخذه مثلا نقطة هي كم السين؟ هل نقرأ الصاد قبل؟ لا. شو نقرأ قبل؟ لا الاحداث السيني لازم. قال لك اي احداث نقطة لازم ناخذ احداث السين هي الاول، بعدين احداث الصاد. نجو هنا كم السين هنا؟ كم الصاد؟ سالب 2. سالب 2، سالب 2. ناخذ نقطة ثانية هيا نقرا هذه. نقرا هل يا طلبة هل نقول سالب 5؟ لا. علاش؟ نقرا السين قبل، نقول احداث السين هو الأول.
تمام. هاي هاي شنت أصبح هي؟ سالب اثنين سالب خمسة ولا سالب خمسة؟ على سالب خمسة لأن أعداد الأسفل خيرها سالبة والأعداد الفوق موجب. إذن على طول الطالب بيقول سالب اثنين سالب خمسة. خلاص طالب عندما يكتشف نقطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى ما يكتشف هلبة نقط شو بيلاحظ فيها نقطة نقطة يا شو بيلاحظ؟ بارك الله فيك صح صح إن الإحداث السيني سالب والإحداث الصادي سالب. على طول الطالب بيقول أي نقطة تقع في الربع الثالث سين سالب والصاد سالب الربع الثالث سين سالب والصاد سالب. إذا نجيب بسرعة مرة ثانية باش تميز الربع الأول والصاد موجب. باش تميز الربع الثاني سين سالب والصاد موجب. والربع الثالث سين سالب والصاد سالب. تمام نجيو لآخر ربع. نبغى نقول لكم على حاجة ثانية أن الربع الأول الربع الثالث عكس الأول. هاي شوف الربع الثالث عكس الأول. شنو الزوز هنا؟ موجب وهذا الزوز سالب. إذا الربع الثالث خير يعتبر عكس النقطة قافية إشارتهم عكس الربع الأول. الربع الأول الزوز موجب الربع الثالث اثنين سالب. تو هنا نجو للربع الرابع. الربع الرابع عكس الربع الثاني. شو معنى عكسه؟ نعكس الإشارات. ايوه الصاد سين موجب الصاد. وطبعا ما مش كيف نبغى احنا نغيره خلاص لا. لما ندير نقطه هنا على المستوى الديكارتي يطلع تطلع نقطه شنو هي؟ هل هي سالبه هل هي موجبه؟ على العموم ناخذ نقطه مثلا نقول نقطه يا نفس السؤال يا طالب هل نقول سالب 2 قبل؟ علاش علاش؟ نقول الاحداث السيني قبل الاحداث السيني. بعد الاحداث السيني بيقع على المحور الصادي ام على المحور السيني؟ على المحور السيني. والمحور السيني يعتبر محور افقي ولا عمودي؟ افقي. هذا محور سيني. خلاص تمام. فهم الطالب كيف يقرا اي نقطه. ولما نجي نقرا نقطه هي على طول لما نجي نقرا هذه اي طالب يقول سالب 2 غلط خطا. نقرا هذه قبل هيف. ها كم هنا؟ ثلاثة موجب ولا سالب؟ موجب موجب ثلاثة بعد فاصل. كم الصاد هنا؟ سالب اثنين. ناخذ نقطة ثانية للتأكد. ناخذ نقطة ثانية نتأكدوا هل السيني موجب ديما والصاد سالب نتأكدوا. ايه ناخذ نقطة هذه مثلا نجي هنا أيوة. تو هنا مشكلة. شوف ايش صار. هنا في طالب يقول سالب خمسة وخمسة قط. شن دار الطالب هنا؟ قريب العكس. شن دار؟ قريب الأحداث الصادي قبل. وأي نقطة أي نقطة تبدأ بشني؟ بالأحداث السيني. بالأحداث السيني. حاجة تانية ملاحظة تانية لازم تحفظوها إن في النقطة النقطة السين هي تسمى هذه أحداث سيني. شو اسمها؟ ذاك الخط هو كل الخط هو اسمه محور سيني. ركز علي الكلمه هذه هذا اسمه محور سيني. اما النقطه يسمو فيها الاحداث السيني. والاحداث السيني اي نقطه في الاحداث السيني وين تقع؟ واي نقطه في الاحداث الصادي وين تقع؟ المحور الصادي المحور الصادات او المحور الصادي. نجو نتاكدوا توا من نقطه يا نبغى نقراها النقطه هذه يا طلبه. يلا مع بعض نبدأ في قراءة النقطة. لما نقرأ النقطة شن نقرأ؟ سين قبل. نقرأ النقط. نقرأ العدد الذي يقع على المحور السيني. عاودوا نقرأ العدد الذي يقع على المحور السيني هو الأول. تمام. والعدد يقع على المحور السيني خمسة. خمسة موجب ولا سالب؟ موجب خمسة. طبعا تو نحطوا فيها الإشارة. طبعا علاش نحطوا في الإشارات موجب للتوضيح. بعدين معاش ديرة خمسة معاش ديرة موجب خمسة خلاص. قول خمسة فقط غير حط في إشارة موجب لتوضيح الدرس بداية فقط بس. أي موجب خمسة فاصلة. كم الصاد هنا؟ سالب خمسة. شو لاحظ في النقطة هذه؟ موجب سالب. نقطة هذه موجب سالب. إذا النقطة تقع في الربع الرابع خيرها تبدأ شنو؟ موجب سالب. إذا عرفنا تعيين موضع النقطة في المستوى الديكارتي. والمستوى الديكارتي مقسم إلى كم ربع؟ أربعة 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 مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة
اسمها الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، وعرفنا نقط التي تقع، النقط التي تقع في الربع الأول شنو بس تميز موجب. وأي نقطة، وأي نقطة تقع في الربع الثاني شو بتكون؟ السين سالب والصاد موجب. وأي نقطة تقع في الربع الثالث شو بتكون؟ سالب. وأي نقطة تقع في الربع الرابع شو بتكون؟ موجب سالب. خلاص هيك الطالب عرف تعيين موضع النقطة على طول في الامتحان، يعطيك أي نقطة يقولك أين تقع هذه النقطة على طول. يا إما الطالب عرف القاعدة أن الربع الأول 2 موجب، الربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث سالب، الربع الرابع موجب سالب. خلاص الطالب مرات حتى ما يستحقش هي الشبكة هذه. كيف هناخده على الأمثلة كيف تقع؟ نجي لملاحظة ثانية اللي هي النقطة مثلا، لاحظوا معي شوية هنا، مثلا نقطة 4-0. أقرأ النقطة هذه 4-0. نقولكم ملاحظة، أي نقطة فيها العدد شنو هو؟ أي نقطة عاودوا، أي نقطة فيها العدد لا تقع على ربع أول ولا ثاني ولا ثالث ولا ربع. عاودوا ملاحظة هي، أي نقطة فيها العدد شنو هو؟ لا تقع. دي خلاص دير في هذه، دير ملاحظة عندك خلاص. أي نقطة تقع فيها العدد صفر هو إن كان في الصادي أو السيني، النقطة هذه لا تقع لا ربع أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. الطالب هذه لما يعرف الملاحظة هذه خلاص يجيك امتحان مهلبة طلبة يقولك هذه موجب وهذه موجب، يقولك تقع وين في الربع سيني؟ خطأ. واضحة؟ إذا النقطة هذه 4-0 على طول نقول تقع على محور السينات. نعود هاي وتقع دي على محور السينات، وكذلك هذه حتى سالب 11-0 تقع على محور السينات. نوضحها هنا، نوضحها. العدد 4 هذا حداتي سيني أم حداتي صادي؟ سيني. والحدات السيني وين يقع؟ على محور السينات. هنوضحها وين تقع؟ 4 هي 4 أربعة وين؟ المحور السيني. وصفر وين؟ المحور الصادي. ها أربعة هاي صفرة. نرجع مرة ثانية، وين تقع النقطة؟ تقع على محور السينات. وين تقع؟ على محور السينات. ونبدأ بعدين في قراءة النقاط. ها شو اسمها النقطة هذه؟ 5-0. هذه 3 شو نقرأ النقطة هذه؟ 2-0. من يقرأ النقطة هذه؟ سالب 4-0. هذه؟ هذه سالب 2-0، سالب 1-0. إذن جميع النقط التي تقع على محور السينات، السين معلومة والصاد صفر. ملاحظ هذه، أي نقطة تقع على محور السينات كلها تكون السين معلومة. كيف معلومة؟ ما تكون أكبر من صفر أو أصغر من صفر، يعني يكون يا أما تكون 1-1 بتكون صفر، والصاد لما تكون صفر هذه تقع على محور السينات. واضح؟ كان اخذناها بالعكس. كيف بالعكس؟ مثلا يقول لك 0-1. اليوم هذا كله توضيح للمستوى ديكارتي وتعيين موضوع النقطه، وبعدين حنرتب اجابتنا ونكتب الدرس واحده. نجي النقطه هذه، النقطه هذه شوف الفرق بين هذه وهي. الفرق هذه الصاد هنا قداش والسيني هاي تقع على محور السينات. وين تقع هذه؟ كم السين هنا والصاد؟ هذه طبعا زين ملاحظه بكري، هذه لا تقع على ربع اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، وانما تقع على محور الصادات. وين تقع؟ على محور الصادات. لا هي تقع على محور السينات. ها صفر و ها ها صفر، صفر على السين، ها صفر على السين، واحد على الصاد، هي تقع على محور الصادات. ها صفر على السين، خمسه على الصاد، ها صفر خمسة تقع وين؟ على محور الصادات. إذن بالطريقة هي احنا عرفنا المستوى ديكارتي، وعرفنا لشين ينقسم لكم قسم، أو 4 أجزاء أو 4 أرباع، غير الأربع أرباع مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة. وخدينا الربع هذا، شو يسمى الربع هذا؟ الربع الأول. من اليمين نبدو، من اليمين نمتجه يسار أو عكس عقارب الساعة، هذا اسمه الربع الأول، هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، هذا الربع الرابع. وعرفنا كل
كل ربع بشين يتميز في الإشارات. الربع الأول بدأ يتميز الربع الأول موجب موجب. أنا أي نقطة تقع في الربع الأول لازم تكون موجب وموجب. نأخذ مثال، ما يعطيني مثال هاي الربع الأول، أي مثال منك أنت هاي؟ موجب اثنين موجب واحد. طب معش منقوله موجب اثنين موجب واحد، نحن موجب مثلا خمسة واحد. أعطيني مثال تاني يقع في الربع الأول أنت هاي؟ خمسة واثنين. نزيد حتى أعداد أكبر شوية عادي جدا، مثلا 11 150 عادي، 150 غير بيجي هناك 150 150 و100 فوق عادي. ها بيكون مستوى أكبر، مستوى أكبر. وبعدين ممكن بيجي عملية في تنسيق بعدين في عملية الأعداد، ممكن نبدأ بالخمسة ممكن نبدأ بكذا. المهم إذا على طول عرفنا أن الربع الأول يتميز أن الإشارات الصوص موجب. نجول للربع الثاني، مين يعطيني مثال على الربع الثاني منك أنت؟ مثال ربع وارة، ربع الثاني عشرة وسالب عشرة. عشرة سالب منيحة، سالب عشرة، عشرة سالب تمشي عادي. سالب عشرة و مية، سالب عشرة ومية ماشي فوق. سالب عشرة ومية أنا متقع في الربع الثاني صح؟ إجابة صحيحة. بعدما نقول أنا بنعطي إجابة وأنتم بقولوا صح وخطأ، بهي سالب ربع وخمس، سالب ربع وخمس صح تقع في الربع الثاني. علاش؟ ان السين سالب الصاد موجب. اذا بنعطي سؤال اخر، مثلا سالب 2 من 10، سالب 2 من 10 و7 صح صح تقف الربع الثاني. نجول الربع الثالث باش يتميز الربع الثالث، اعطوني مثال. هاي 5 سالب 5 سالب 5 وسالب 6 صح. هاي اعطيني مثال انت، اعطيني مثال بالكسر انت، هاي بالكسر كسر سالب ربع سالب نص صحيح. سالب ربع هي سالب ربع سالب نص تقع هنا تقريبا، تقريبا تقع في المساحة، المسافة مساحة هي تمام. هذا الربع شني الثالث. نجول الربع الرابع بشين يتميز الربع الرابع؟ سيني موجب والصاد سالب. أعطيني مثال هاي بسرعة. خلاص معاش نقوله موجب خمسة، نقوله خمسة وسالب اثنين معاش نقوله موجب. خلاص عرفناها خمسة إشارتها موجب، معاش نقوله موجب خمسة، قولوا خمسة سالب اثنين، خمسة سالب اثنين. بعدين خشينا لملاحظة مهمة جدا جدا، اللي هي أي نقطة، أي نقطة يكون فيها الصاد بصفر والسين عدد معلوم، وين تقع هذه النقطة؟ على محور السينات. هل نقول تقع الربع الأول؟ لا. هل نقول الربع الثاني ثالث الرابع؟ لا، تقع على محور السينات. خلاص هذه معلومة خلاها راسخة في بالك ما تحولهاش تمام. وأي نقطة تكون فيها السين بصفر والصاد بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو سالب أو أليه، وين تقع النقطة هذه؟ على محور الصادات، على محور الصادات. بالطريقة هذه احنا عرفنا يا طلبة اليوم درس بداية درس هندسة الإحداثيات اللي هو أول درس احنا عندنا المستوى الديكارتي. أول درس عندنا اليوم اخذناه هو اسمه تعيين موضع نقطة في المستوى الديكارتي. اسمه درس اليوم تعيين موضع النقطة في المستوى الديكارتي، وشرحناه من البداية كيف وكيف تم تقسيم هذا إلى أربعة أجزاء وعلاش السبب. قلت لكم علاش أنا بصفة بعالم فرنسي اكتشف هذه الشبكة وسميناها الاعداد هذه كلها اللي قدامكم على السبوره، 1 2 3 1 2 3 سالب 1 الى ما لا نهايه، سالب 1 سالب 2 اسمها اعداد موجهه. علاش موجهه؟ لانها تتحرك بمسافه معينه واتجاه معين، بمسافه معينه واتجاه معين، سميت اعداد موجهه. وعرفنا بعدين كل نقطه وين تقع، وبعدين عرفنا ان باش يتميز كل ربع، ربع الاول موجب موجب، هاي الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. وقلنا ما علاقة الربع الأول بالربع الثاني الثالث؟ عكس بعض. كيف عكس بعض؟ هذا سالب سالب هذا موجب موجب. ما علاقة الربع الرابع بالربع الثاني؟ عكس بعض. هنا هنا سالب وهنا موجب، وهنا شني؟ هنا سالب موجب هنا موجب سالب. خلاص بعدين عرفنا وين تقع كل نقطة، أو عرفنا أي نقطة لما نقرأها شنو نقرأها ببداية؟ سين. شنو هو سين هذا؟ الإحداث السيني. وعرفنا نفرق بين كلمة الإحداث الصيني والمحور الصيني. المحور الصيني شنو هذا؟ خط مستقيم. محور صيني معناه خط مستقيم. أما الإحداثي
هذا عبارة عن عدد. ركز. إذا شو اسمه الخط هذا الأزرق؟ شو نسموه؟ شو نسموه؟ محور السينات. محور السينات. أما النقطة هذه مثلا عندي اثنين ثلاثة، مثلا عندي ثلاثة مثلا ثلاثة وأربعة، الثلاثة هذه شو نسموها؟ يعني الحداث السيني. الحداث السيني. والحداث السيني هو وين يقع؟ وين يقع؟ على محور السينات. والحداث الصادي هو أربعة، وين تقع؟ محور الصادات. وبعدين عرفنا تو أنا بنشوفوا كل طالب. نبدأ بك أنت يا صالح، أقرأ نقطة هذه يا صالح. خمسة إيه واحد. خمسة واحد صح؟ نقدر نقول واحد وخمسة. تعرف واحد لما نقول واحد وخمسة بتحول هيك يعني. شوف ها، ها شوف شوف فرق بين النقطة هذه، النقطة هذه والنقطة هي. ها شوف ها، هذه لما نقرأها يا طلبة نقرأها خمسة وواحد، لكن لما نقرأ النقطة هذه نقول واحد وخمسة. واضح؟ الضباسط أقرأ النقطة هذه. أقرأ ركز قبل يا عبد الباسط، قبل ما تقرأ أقرأ السين قبل. بارك الله فيك، صحيت. خمسة وسالب اثنين. واضح؟ ها كيف؟ علاش عبد الباسط خمسة؟ علاش قلت خمسة وسالب؟ علاش ما قلت سالب اثنين وخمسة؟ لأن خمسة تقع على محور السينات، نقرأ هي الأولى، صحيت؟ بارك الله فيك. وسالب اثنين وين تقع؟ لما نجي نقرأ شو بنقولوا؟ خمسة سالب. أنت يا طالب أقرأ اسمك؟ عبد اللطيف. هاي عبدو. ايه عبدو اقرا النقطه هذه قبل. عاود مره ثانيه. سالب 3 موجب 1. صحيت بارك الله فيك. لان هنا عبد اللطيف ركز قبل لما بيقرا النقطه هذه. لما نجي نقرا النقطه هذه نقرا السين قبل ثم الصاد، او نقرا النقطه التي تقع على محور السينات ثم نقرأ النقطة التي تقع على محور الصادات. بالحالة هذه نوصل أني للإجابة الصحيحة وهي سالب 3 و1. هيك نكون تمينا اليوم درس مستوى ديكارتي. مازال مستوى ديكارتي، خليك طالب شوية وتعين موضع النقط في هذا المستوى. وعرفنا المستوى هذا يتكون من كم جزء أو كم ربع؟ خير الأربعة هذه مرتبة في عكس دوران عقارب الساعة، ربع أول ثاني ثالث رابع. طبعاً نشوف هنا مرات يجيك سؤال على هيئة أكمل. مثلاً النقطة شو تسمى النقطة هذه؟ هاي نقطة الأصل. نقطة الأصل. إذا شت ها؟ يرمز لها بالرمز صح؟ إذا النقطة هذه هي نقطة الأصل ويرمز لها بالرمز واو. أي طالب من يقولك 7 و17 بسرعة شوية، وين تقع النقطة هذه؟ ركز شوية. ربع الأول خلاص على طول. علاش تقع بربع الأول؟ لأن الزوز موجبات على طول خلاص. طالب افرض جيت بيشوفك أنت فهمت الدرس ولا لا، متى بيقول لك النقطة 0 و11. ركز شوية على محور الصادات. على محور الصادات هل نقول هنا ربع الأول؟ لا. ثاني؟ لا. ثالث؟ لا. ولا لا ربع اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، وانما تقع على محور الصادات. ناخذ مثال اخر. النقطه هي طلب هي النقطه. ركز معي شويه هنا. النقطه 7 ناقص جذر 81 وجذر 25 ناقص 4. شويه بس، ضع قلم شويه. النقطة طبعا هنا كله يا طلبة ركز شوي هنا، هذا الأحداث السيني وهذا الأحداث الصادي. طبعا هنا نقوم يقول لي 7 ناقص كم هنا؟ 9. علاش؟ لأن 9 كم جذرها؟ 81 عفوا، 81 جذرها؟ 9. نقول 7 ناقص 9 فاصلة.
نجو هنا هاي خمسة ناقص أربعة يعني كملوا هاي. ركز معي شوية هنا وركز ورد بالك من كلمة سبعة ناقص تسعة. ركز شوية سبعة ناقص تسعة كم؟ سالب اثنين صحيت. على سالب اثنين ناخذ علامة ناخذ علامة العدد الأكبر ونطرح. أم أكبر تسعة سالب اثنين هاي خمسة ناقص منها أربعة. ركز أين تقع قبل ما تجاوب. ركز شوية تخيل قدامك الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث زيد ركز شوية الربع الثاني الربع الثاني هو الربع الثاني. ها شوف جاي طالب عشان سوا دي ها هذا الزوز موجب أنا سالب موجب هذا سالب سالب هذا موجب سالب. خلاص بالطريقة هذه أنت يا طالب عرفت هاي بس النقطة هذه شني سالب وهذه أم ربع تاني تاني. إذا ما جيش نجاوب السؤال النقطة هذه إلا أن ناخذ جذر واحد مني كم جذرها تسعة والخمسة عشرين جذرها ونطرح خمسة نقص منها أربعة كم وهنا عندي شني سالب اثنين. بعدين نقول وين تقع النقطة هذه؟ تقع في النقطة النقطة اثنين تقع في الربع الثاني. وين تقع؟ في الربع الثاني. النقطة سالب أربعة ناقص اثنين و اثنين ناقص سالب تسعة. أين تقع هذه النقطة؟ نبدأ إيه؟ لا دقيقة بس لحظة 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 شوي. كل طالب فيكم ياخذ الجدر بهي ويقوم بعملية طرح وأسرع طالب فيكم يقول لي كم العدد نحط هنا بسرعة. لا لا مراسك مراسك. إيه أسرع طالب إيه؟ جدر أربعة ناقص اثنين. لا كم تطلع الناتج كل هذا؟ جدر أربعة ناقص اثنين. تطلع صفر. علاش؟ أنا جدر أربعة كم؟ اثنين. اثنين ناقص اثنين صفر. نجو هنا هاي اثنين ناقص كم؟ اثنين ناقص قداش؟ ثلاثة. اثنين ناقص ثلاثة كم؟ سالب واحد. ركز معي شوية قبل ما تقول إجابتك. ركز وين تقع النقطة هذه؟ ركز. احنا قلنا أي نقطة يا عبد الباسط أي نقطة يا عبد الباسط فيها صفر لا تقع لا أول لا ثاني لا ثالث لا رابع وإنما تقع في الربع الأول وتقع في الربع عفوا تقع على محور الصادات وتقع على محور الصادات هي صفر سالب واحد أي. إذا وين تقع النقطة هذه؟ على محور الصادات على محور الصادات. ناخذ مثال هاي. إذا كانت ألف تساوي خمسة فإن النقطة فإن النقطة ألف ناقص أربعة واثنين ألف ناقص عشرة أو ناقص حداش تقع في الربع نقط. نقوم هنا نقوم بعملية نقوم بعملية التعويض. كم الألف هنا؟ خمسة. خمسة ناقص أربعة واحد. إذا نعود نقول خمسة ناقص أربعة خمسة ناقص أربعة. نجول الإحداث الصادي هاي نعوضه اثنين ضرب كم؟
ألف كم هنا؟ خمسة. إذا 2 ضرب 5 ناقص 11 هاي 5 أطرحوا هاي 5 ناقص 4 1 2 في 5 10 عشان نطرح منها كم؟ سالب 1. على طول ركز معي شوية، ركز أين تقع هذه النقطة. السين موجب، الصاد سالب، الربع الرابع، الربع الرابع. إذا تقع على طول تقع في الربع الرابع. وفي طبعا في نهاية حلقتنا اليوم، طبعا خدينا المستوى الديكارتي اليوم، وغدوة إن شاء الله حناخده درس آخر وهو بعد المستوى الديكارتي اللي هو المعادلات و الرسم البياني. ونلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة ودرس جديد. ولكم مني كل التحايا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. درس جديد هذا.